انتوا شايفين اللي انا شايفه يا شباب؟ في دب والله. يعني واقف عند بابا. بابا مين يا غبي انت؟ انت الدب البني، هو الدب الابيض، شايفين؟ ايه ده؟ غزاله. يا لهوي، ايه كرة التلج دي؟ وات يا ابني، نزلت طبعا. بص على وجه الشوب والتلج والاجواء، جمدان، تحديث استير والله. يا صباح التلج على وجه، او مساء التلج اللي انتوا شايفينه. يا احمد ماشي جوا تلج اللوجة. طيب على زي ما انتوا شايفين تحديث التلج، طبعا لازم ناخد طبعا الحاجات بتاعه العربيه بتاعتنا عشان نصلح عربيتنا. ايه ده المكان اللي احنا كنا نايمين فيه يا زعبول؟ انت جبنا عند السرير يا ابن المكان ده اللي احنا كنا نايمين فيه بالليل. يا نهار زباله، حشرت لي العربيه. اوكي يلا بسرعه علويه عشان نطلع البوابه اهي. اوه ثانيه يبقى طلعنا. هي دي العربيه اللي فات بتاعتنا علويه. وزي ما انتوا شايفين عاصفه جديده، التحديث الجديد بتاع التلج طبعا بتاع اللعبه الغريبه. احنا المفروض ما نمشيش الجنب ده لان الجنب ده ممنوع، فاحنا نمشي الجنب اللي على طول ده. انت ما يبقاش يا بابا مش محتاج حاجه كتير ولا لا؟ ما هو بص لازم نركب اول حاجه بس الباب، نحط الباب بتاعنا هنا كده يبي، وكده على ويبا نجيب الكاوتش كمان نحطه هنا. انا ليه حاسس ان انا ممكن اعمل جريتشات في اللعبه؟ يلا ابو علي اخر كاوتش يركب بسرعه، المفروض نقرب. يب كده ركبنا الكاوتشات كلها. المفروض دلوقتي نجيب بتاع الشنطه، او ايوه ده بتاع الشنطه، هنحطه من هنا كده عشان طبعا يعني ممكن نخزن فيه حاجات كتيره. انت مالي حطه في شعر؟ طب فرقه واسع. يبي حطيته، ليتس جو. بعد كده الكشافات، احنا محتاجين نركب الكشافات. الكشافات دي اللي بتركب ورا عشان علويها، هنحتاج نور طبعا زي ما انتم شايفين الجو تلج اصلا، ومحتاجين الميه عشان نحطها في الرادياتير بتاع العربيه. ايه ده وطه، احنا عايزين الرادياتير. ايوه فين الرادياتير ده؟ انا هجيبه لك من جوه. الحمد لله الصبح طلع ورحلتنا هتبدا دلوقتي. انتوا خدتوه؟ انت مالي مش جبتوه ولا ايه؟ جبتوه. طيب خلينا نركب بقى في المايه، هندوس كده على الويه عشان نحط المايه بتاعتنا. شايفين الوتر دلوقتي بيتملي. ليتس جو 6 من 6. ومعانا طبعا على الويه حيوان غريب هنا كده، هو ده السلطعون الغريب ده، ولا مش عارف اسمه ايه. ابو علي وايه ده ابو علي؟ ثانيه كده الزعبول عايز اجرب حاجه، ممكن نعمله كده. ايه ده ابو علي انت بتربي عليا وايه ده؟ والله مش عارف هو ايه. انت مايه مالي مش عارف حبيه. هو ايه الحاجات دي كمان؟ اوكي احنا دلوقتي هنكتشف كل حاجه بنفسنا على الويه. كده خدنا كل حاجه تمام، ناخد البنزين بقى عشان دي اخر حاجه اللي المفروض نعملها، البنزين. حط البنزين بسرعه. طيب كده حطينا البنزين اخر حاجه 30 لتر كده، خلاص نرمي بقى البنزين ده في الزباله مش عايزينه. ويلا بينا حركات انت وزعبول عشان نشغل العربيه. ممكن نحط طبعا البتاع ده هنا، ده بيركب ورا اعتقد. خلينا نروح ورا كده بسرعه. يلا معانا كده تمام. اوكي بسم الله على الويه، هنبدا الرحله بتاعتنا. انت مالي مش كنت عايز اركب قدامي يا حبيبي؟ ماشي فرخة، ما انت راكب ورا اهو مطمن. بسم الله خلينا نشغل. لا اسجع على العربيه اشتغلت الحمد لله. خلينا نمشي طبعا. اوه ماي جاد يا لهوي، انتوا شايفين اللي انا شايفه يا شباب؟ في دب والله. ابو علي واقف عند بابا. بابا مين يا غبي انت؟ انت الدب البني، هو الدب الابيض، شايفين؟ وطة. ابو علي ده بابا. ابو علي انت واد الزعبول يا غبي، ده مش بابا. انت واد الزعبول يا دوب مش بابا. اسكت يا حركات، انت مش فاهم حاجه. يا زعبول يا دوب بابا وحشني جدا. يا ابني ده مش بابا، انت الدب البني. احسن خليك لك علقه. ايه ده ابو علي ده عينه حمرا. والله بيقعد يا زعبول يا دوب. خليتنا الدب هجم علينا، اركب يا ابني بسرعه. اوتكم يا بابا مش ناشئين. والله شرير، هيبوظ لنا العربيه. اقفل الباب، لازم امشي بسرعه. خلاص خلاص يا ايوه الدب الابيض الغتيت، خلاص يا نوب. عايزين نرجع. ارجع ارجع ارجع. ابو علي والله بس افتكرته بابا. بابا ايه بس يا نوب، بهدل لنا العربيه والله، كان ممكن يموتنا زعبولة. خلاص امشي يا لهوي، بس الشغل بتقلق ازاي؟ قلب لنا العربيه. هو فوق العربيه ولا ايه يا علوي؟ يا نهار زبادي. انت ما انت ما مش ولا مش انا شويه عميه مش بتاتشو احمدش متلجين. ابو علي احنا كده ماشيين قد ايه؟ ايه ده غزاله؟ غزاله دي صح؟ انت ما انا مش ممكن استنى نصطادها، او احنا ممكن نخبطها بالعربيه ولا حاجه. بس ثواني كده، الغزاله دي علويه ممكن ناكلها؟ اوكي عايزين ننزل. يب نزلنا. هي ايوه الغزاله، تعالي ثواني ممكن نصطادك. انت ماي ماي مش ماي مش هدي. وانا كمان استنى استنى حركه، اضرب كده وطه. خلينا ندوس طيب عليها اف كده، هي مش بتتاخد ولا ايه؟ اوه ما ينفعش نشيلها حركات، يا معاه السمكه ممكن نسرق السمكه اللي معاها دي. انت ولا حركه انت شلتها؟ هو انت يا حبيبي مش شلتها ولا ايه؟ عاوز امشي حبيبي في عربيه، افتح العربيه بسرعه. سريع كده افتح العربيه، حطها هنا في الشنطه حركات عشان لما نرجع نبقى ناكل الغزاله. انت مالي لو مش عربيه بتمشي ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي العربيه تمشي. خلاص خلاص يلا سيبك من الغزاله. او ماي جاد يا علوي، انا كنت عايز اخد الغزاله عشان لما نجوع. يلا اركب يا زعبوله. طب عايز استنى استنى افتح ليه ده؟ سلام يا غزلان. اوكي عايزين نمشي بقى دلوقتي في حالنا علوي. احنا ماشيين 100 متر يعتبر. اوه لقينا بيت وطه، خلينا نقف عند البيت ده. انت مالي مالي واقف عند مش عارف سيبك ليه حاجات ولا ايه؟ هحاول يا لو يا لو العربيه بتزحلق مش عايزه تقف. او ماي جاد العربيه مش عايزه تقف خالص. طبعا انت مش شايف الجو تلج ازاي العربيه تقف؟ اوكي خلينا ننزل. انزل كده حركات انت وزعبولة. العربيه عم بلد الزحله والله، انا شفت السلم. يبي شكله بيت اسطوري. خلينا ندخل كده. ازيكم يا شباب؟ عايزين يا لو يا لو يا لو دول بيضربونا. انت مالي مالي مش ليه جوا؟
اوه ماي جاد انا لقيت عصابه. هاي استنوا ثانية. نكش يا نكش يا لهوي، بص ابو شعر منكوش ده، ايه ده مش عايزين يموتوا ليه؟ وطة مش عايز يموت والله. امسك يا نار زبادي الطلق بتاعي يخلص. لا على ثانية كده، انا ممكن اخد الاكل. اوكي ايه ده، ده مش الاكل، كان في بيتزايا. يبي البيتزا دي ناكلها. يبي انا اكلت دلوقتي. وفي كمان عندنا ده. اوه ثانية. هو ايه الكيس ده، حركات فرخة. وبعدين ده شيبسي ده ولا ايه؟ يبي اكلت الشيبسي. زعبولة امسك الشيبسي ده كله زعبولة. طب عايز تجيب بسرعة بص كده. انا ممكن اروح احطه في العربية كده، هنحطه كده عند العربية. اوكي نحاول نلزقه. بيلزق ايوه اهو اهو. لو عملنا كده الزاد بص لازق في العربية. ليتس جو. وكده نقدر نجيب الحاجات تاني. اوه في واحد ميت هنا. انتوا مالي مش هيموتوا يا حبيبي؟ امال احنا ليه مش عارفين نموت؟ انا عمال اضربه. يلو يلو هيموتوني النبات. طب علي اجري بينا ما تخليهمش يضربوه. ايه البتاع ده؟ سكر ده ولا مش عارف؟ اوه لقيت بنزين. ليتس جو. البنزين ده هنستخدمه في العربية برضو. هنروح نحطه عند العربية. يا نهار زبادي الزومبيات بص واقفة هنا. انتوا مالي مش يلا مشاع. اوكي انا عايز الزق بس البنزين وبعد كده نتحرك. يبقى حطيت البنزين ويلا بينا بسرعة. افتح اركب اقفل تاني يا ابو علي وشغل العربية. ويلا نتحرك. ليتس جو. جامده جدا على الويه الاجواء الشتويه دي، وخصوصا كمان الدب والغزال والحاجات الجامده دي. طب علي هو ده مش بابا يا ابني؟ ده الدب الابيض مش بابا. بلا بابا مين انت؟ باباك الدب. بص هو فين زعبوله؟ انت بابا علي مش راكب ويايا؟ راكب وراك احسن، خليكم راكبين ورا كده. اوه لقيت تلج. وطه لقينا ميه على الطريق، مش عارف الميه دي لو دخلنا فيها ايه اللي يحصل. انت وزع زعبوله باباك هو الدب البني ماشي. طب يا علي خلاص اجيبه من بابا ده. دور بقى في اي غابه كده. اوه لقينا بصوا بيت كمان، ممكن ننزل نسرق الحاجات اللي فيه. على فكره بص على الواد البنزين بيتكتب لنا، البنزين اللي معانا دلوقتي 47% اللي في العربيه. عايزين نوقف العربيه. انزل كده يا علي. ايه هبص في الزبادي برضه؟ مالناش دعوه بيها، احنا ندخل كده على طول. اوه لقيت بطاطس. ثانيه في واحد بيجري ورايا. في شيبسي، كل الشيبسي كده بقى علي. ليتس جو. عايزين ناخد كمان البيتزا وناكل البيتزا. لو انا بتضرب بصوا اوه ماي جاد انت يا نوب. امسك. هو اللي مش عايزين يموتوا مدرعين ولا ايه؟ انت ميه مالي مش عارف تنشف فيهم ولا انت؟ انا اللي مش عارف انشف فيهم والله، عمال اضربهم صح بس هم النبات. قول كده ابو علي. بص الجوع عندي نزل خالص، بس انا خلصت الاكل كده. امال اصحابي ياكلوا ايه؟ انت ميه مالي مش انت في الجوع ولا مش خلصت اكل كله ولا ايه؟ والله بص حرك. قول ايه ساندوتش برجر. ليتس جو. اخد الساندوتش ده راح احطه هناك عند العربيه ويلا بينا نمشي. ابو علي كلهم بيجروا ورايا. تعالى كده يا زعبول عند العربيه نحطه بقى على الساندوتش البرجر ده هنا كده نلزقه. يب اللي يحتاجه يبقى يطلع ياكله بالعربية. يلا حركات انت وزعبولة. طب علي بص دمي. يا نهار زبادي اركب يا زعبول بسرعة. انت ماي مالي مش يلا بينا. طب فرق انا مشغل. هو مفيش فرامل يا لوي؟ انا مين اللي بيضربني؟ انت ماي مش في جنب ولا مش في عربية؟ يا لوي بص بيطلعوا لنا فوق العربية على الوي. احنا دلوقتي ماشيين 530 متر. واو تعرفوا على الوي احنا ماشيين ليه في الطريق ده؟ بيقولوا لنا ان في جدي وجد حركات وجد زعبوله. ايه ده معالي جدي ولا بابا؟ يا ابني جدك يا ابني مش باباك. بيقولوا لنا على ان الجد طبعا محتاج المساعده بتاعتك، فانت لازم تحضر عربيتك عشان تروح للجد وتساعده. احنا عشان كده حضرنا العربيه. اوكي ايه ده وطه؟ وايه اللي احنا لقيناه؟ ثانيه اوه ده الشوب. احنا ممكن نقف هنا. اوه ماي جاد الشوب على الوي. خلينا نقف هنا كده نشوف الشوب ده بيبيع ايه. ممكن نجيب من عنده اي حاجات ممكن نستخدمها. انزل كده فرخه. خلينا ننزل. هاي اوه ده عنده مسدس. بكام المسدس ده؟ يا نهار زبادي ب 500 روبوكس وانا خلصت المسدس اللي معايا. او ماي جاد هو عنده صاروخ كمان ب 500 روبوكس. وطة ايه الحاجات دي؟ بصوا بيقول لنا ايه على الوي هنا. فهمت ثواني. اوه بص انا عندي الطقس بتاع زيرو اللي هو ده على الوي اللي تحت الجوع والعطش ده، بيقول لي تقدر تشتري ب 20. انت مالي مش معايا حبه؟ معاك حبه. طب ثواني كده، هو بيقول لنا ان انت المفروض تحطه هنا كده على الوي. شايفين انا مش معايا اصلا. حط كده حركات. طيب انت مش معايا بس شويه قليلين ولا ايه؟ شويه قليلين يعني ما يجيبوش ده 20. ده احنا لو معانا 20 من العمله دي على الوي كان زماننا شريناه. معلش يلا مش بيبيع حاجه. او كام البرجر؟ ثانيه كده نشوف البرجرات دي بكام. البرجر اوه البرجر ب 200. كل حاجه غاليه. والشوكولاتات بكام؟ ماشي. طب يلا بينا نمشي كده. ده مش شوكولاتات على الوي. استنوا ده الطل. اوه ماي جاد الطل ب 15 و16. اوكي انا فهمت دلوقتي بنجيب منين الطل. ليتس جو. احنا عايزين نجمع العمله دي حركات. انت مالي مالي بتشيب شويه مش بجمع منها ولا ايه؟ ماشي يا فرخه ليتس جو بسرعه. دلوقتي على الوقت داخلين على 1000 متر. يا ترى بقى فين الجد بقى؟ عشان هو اللي قالوا لنا يلا ابو علي عشان تساعد جده عشان محتاجك، واحنا دلوقتي ماشيين 1000 متر وما لقيناش اي حاجه. كل اللي عمالين نقابله دب ابيض غزال حاجات من دي. انت مالي مالي مش واقف بوش في بيتي يا حبيبي؟ طيب احاول اوقف احاول اوقف. نعمل كده في العرب. ايوه عشان العربيه تقف. كل مره بنعمل كده على الوقت والعربيه بتفضل تمشي عشان طبعا احنا في تل. دخلنا شيبسي. يا لهوي بقى على العصابه النوبه دي كل شويه. خلينا ناخد البنزين ونطلع نجري. نحط البنزين هنا كده. ابو علي بس بيضربوني. يا لهوي بوظ العربيه وضربوني. وطة انتوا خربتوا العربيه شويه نبات. يا لهوي على الوي العربيه اللي حصل فيها.
انت وين ما بتش عبايه مش بس تولع كلها تلوي ثانيه كده. هو ايه اللي حصل؟ الو العربيه اتدمرت. عيب ماما يا جماعه علينا ابو علي انت السبب. قلت لك مش لازم تقف بس عند البيت. بس يا زعبول يا دوب انت العربيه باظت يا صباح. حتى الجعلوية بره كمان في البيت بتاعنا ده الغريب. طبعا دلوقتي هلوية انتوا مستغربين احنا هنا بنعمل ايه. احنا هنا عشان نساعد جدنا. انتوا هتشوفوا بنفسكم اهو شايفين someone is trying to get into our house help grandpa. طبعا الجدي علوي هو اللي كاتب لي كده. جدي طبعا I have to go and check that grandpa is okay. I need to quickly fix the car. اوكي لازم دلوقتي علوي نصلح العربية عشان نروح نتأكد من الجد نشيك عليه. طب الجد ده ساكن فين؟ ما يبعت لنا العنوان ولا احنا نمشي بقى خالص ونبيع. يا زعبول يا دوب ما احنا يا ابني بنحضر العربية عشان نروح للجد. اكيد لو مشينا على طول هنقابله. يلا بسم الله علوي المحاولة التانية في الباب حركات. طب علي والله. بس خلاص بقى يا زعبول اقعد ساكت واحنا بص هنوديك عند الجد. طبعا دي المحاوله التانيه. العربيه جلتشت المره اللي فاتت زي ما انت شفت. المفروض ان احنا نوصل لألف متر. يا نهار زبالي بص في حاجات في الطريق هنا برضو. في صخور وطه طريق ثلج غريب. حسبي ايها الغزاله. طبعا علويه مصدر الغذاء بتاعنا هيكون اسماك وحاجات من دي. والبيوت اللي احنا بنقف عندها دي المفروض ان احنا نسرق من عندها كل حاجه. يلا ابو علي ندخل البيت. بس ايه يا نهار زبادي انتوا يا ابني بتناموا ورا البيت ولا ايه؟ ثانيه خلينا ندخل كده. اقفل الباب. لا انا قفلت الباب في وشي. المفروض ان انا اقفل في وشهم هم. ادخل كده ابو علي افتح. ادخل اقفل. الحمد لله قفلت الباب في وشهم في اخر لحظه. الجراج مش بيتفتح مش بيتفتح. خلينا ناخد البرجر. ليتس جو. كلت البرجر. برجر تاني. انت وين مال انت كلت كل برجر يا حبيبي ولا مش كلت يا شيخ؟ بس يا فرخة انا جعان. بصوا دي المية على اللي احنا بنحطها في الماتور بره. المفروض ان انا اخد المية واحطها بس قبل اي حاجة. كمان في بيتزا يا ابي. بصوا الزومبيات على اللي مزعج العربية. بصوا زعبولة طب علي يلا عشان بص قلبي بص مش بتعبد حد ده موتوني. انت ما مش فاهم بيتزا مالي انت؟ بيتزا كانت هنا حركات كلام زومبي. انت مالي انت شاب ولا ايه؟ ايه ده ثانية هو ده ايه ده؟ بيتاكل ده؟ ايه ده انا اكلته؟ يا حبيبي بس شايف كل حاجة ومش كان كل حاجة ولا ايه؟ يا ابني مش كنت شايف بقى سب ولا انا شفته ده سب حركات مش عارف بس حاسس ان طعمه حلو. نفتح كده بعد يبي نقدر. لا الدب الابيض وطه. بص الزومبيات كمان. طيب كده نشوف اي حاجه ثانيه في البيت. ده ورد ده ولا اه دي العاب. يلا حركات فرخه كده كل حاجه تمام. ثانيه ممكن نشغل الجهاز ده نلاقي اي حساب عليه روبوكس ناخد الروبوكس ولا حاجه. انت ولا ولا مش مفيش نت يا ابني. مفيش نت والجهاز شغال اصلا. اوكي يلا بينا نمشي. طبعا انا كنت بهزر. يلا بقى عشان نركب العربيه. حركات انت وزعبول. بص الزبيات واقف ازاي على العربيه. انا علي واقفين فرنسي. يلا بسرعه عشان مش متطمن. ماشي يا زعبول خلينا نشغل العربيه ونمشي على طول. والله يا علويه الاجواء طبعا جامده وكل حاجه وتلج. بص الميه اصلا اللي جايه على الطريق دي بتزحلق العربيه. يا نهار زبالي العربيه اتزحلقت من قبل ما نمشي على الميه اساسا. شايفين 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 بنتزحلق طبعا. بس احنا عايزين نشوف الجد ده لان هو قال لنا لازم تساعد الجد عشان الجد دخل له شخص غريب البيت بتاعه. فقال حضر عربيتك وروح بسرعه على بيت الجد. انت يا مالي مش ممكن يكون مش الجد ده مش عبيك يا ده مش عبيه. وطه يا لهوي ايه كرة التلج دي؟ وات لا تحديث التلج غريب. يا لهوي العربيه اللي بيحصل فيها. طب علي انا مش مطمن امشي بنص ورا. امشي ورا ايه يا زعبوله استنى حتى مشينا غلط. يا لهوي علوي شفت العربيه والتلج ده تحديث غريب. ايه ده وبعدين ايه ده كمان؟ اوه ثانية يا شباب. او ماي جاد في ايه هنا؟ وطة اه ده الشوب. بص الشوب الجديد عامل ازاي جامد طبعا. اوكي خلينا ننزل. يبي نزلت طبعا. بص على وجه الشوب والتلج والاجواء جمدان تحديث استير والله. خلينا ندخل هنا كده عند البيت. هاي ازيكم يا شباب؟ لا 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 ثانية ممكن ناخد الشيبسي. كل ابو علي الشيبسي وناخد الكنز. اوكي نطلع الكنز بره بقى عشان احنا خلاص معانا كنز. ابو علي اهم حاجة بس بقى رجع قاعد بس هتاكل بسرعة. طب طب يا زعبول نحط لك هنا الحاجة. عايزين ندوس زبدة عشان تبقى ملزوقة فيها. ايوه اي ركبتها على الازاز. ايه ده على وجهك كوباية شاي دي ولا ايه؟ خلينا اه ده بنحط فيها مية ودي كمان برضو. اوكي ملاش لازمة. انت ولا ولا مش ولا مش ولا اي شاي مش ولا اي حاجة. يا ابني ما انت مش هتلاقي شاي. ايه ده على الوي بتزايا دي ولا ايه؟ بتزايا حركة فرخة. انت ما مش انت مش مش جاجة هنا. طيب طب انا احطها على العربية. اوكي على عشان اللي يجوع يبقى ياكلها. عايزين نحطها هنا كده ليتس جو ونشوف. طبعا الشوب لسه مش معانا اي عمله. نفسي اعرف العمله دي بتيجي منين. اكيد اعرف لكم كل حاجه العمله دي بتيجي منين وازاي نقدر نشتري من الشوب ده. في ايه هنا كمان عرف. مفيش اي حاجه كده خلاص. في هنا بيت سري. اوه لا لا ما تحبسنيش في البيت. او ماي جاد حبسته جوه ما لحقتش اشوف اللي موجود جوه اساسا. كان هيموتني النوب. يلا بينا نمشي. انت ولا ولا مش انا مش همشي من البابو. انا ماشي حركات والله. خلاص افتح كده بعدي. اركب العربيه اقفل البوابه شغل العربيه. او ماي جاد ده دخل العربيه. انت ولا انت مش سامعني بجيب مش يا حميك كوبايه الشاي. كوبايه الشاي اللي انت جايبها فرخه. يلا يا لهوي ده دخل العربيه تاني. خلينا نوقعه كده. ايوه معايا قلت لكم معايا بتاع بص انا الزبيه الغشيمه.
ايه ده انت رحت فين يا زعبوله؟ طب خلوني طب هيسيبوني معاكم خلوني والله بس انتوا اللي جابوا بس اللي موتوني انت وادي زعبوله مش معايا يا حبيبي انت مش لك يا حبيبي ارض لك حركات بقول ارض لك اوكي خلينا نقف هنا كده عند البيت يا رب عليك موتوا بقى زي ما موتوني اوكي ايه البيت المصدي ده؟ وطى اعتقد ده جراج طبعا يا علوية انا موقف العربيه بس عشان احنا في تلج وكده العربيه اصلا بتمشي على التلج فاحنا المفروض ندوس كده عشان ننزل يبي نيجي هنا بقى كده افتح ليتس جو بيت ما فيهوش زومبيات ولا اي حاجه كل ابو علي بقى كده براحتك اوه برجر كتير والله انت ماني مفجوع انت مش شعبك بتاكل كل حاجه كده بشع بس فرقه وهنا في بنزين قلت البنزين كده ابو علي ابو علي انا دلوقتي بوت ولا لا روبكس اصحابي ولا اي حاجه اللي بوافق زعبول ارض لك بقى استنى عند بص البيت القديم ابو علي بيت قديم بس يا لو على الغدر ده والله انتوا اللي بتغدرين جبتوا الزومبيات وقفت فراسي موتاتي قلت لي مش هحصل لك حاجه ما انا معرفش يا زعبولة التحديث غريب لسه بنجربه مع بعض نحط البنزين ده عشان شكله فيه وندخل تاني كده على الويه الجراج ده اوكي ايه ده منين جه الزومبي ده يا لهوي ده مافيا خلينا ناخد البنزين هو بسرعه بسرعه عايزين نحط البنزين بتاعنا هنا برضو كده احنا معانا بنزين اوه اوه العربيه بصوا بتحلق ازاي في جليتش بيحصل انت وانا بقى مش بتمشي لوحدها يا حبيبيكا ايه ده على الويه العربيه يا لهوي زعبولة ايه اللي بيحصل بسم الله الرحمن الرحيم العربيه بتتحرك كده لا يا شباب او ماي جاد حركته انت وانا حركات مين اللي بيتحكم في العربيه انت يا حبيبي كمان بقى مش من العربيه مش كافي عفريت ولا عفريت هي عفريتو سيبك كده على بسم الله الو الو عربيه مجنونه انت والله او ماي جاد انزل كده الحمد لله العربيه ما فيهاش عفريت ليه بس الحرد ده يا ريت كان فيها عفريت يا الاول عفريت رجع تاني او ماي جاد بص العربيه بتعمل ازاي على نعمل ايه دلوقتي حركات يا حبيبكم مش شكلك كده بوت ولا مش شباب مش ملا طب احنا ممكن دلوقتي ناخد العربيه بقى ونمشي خلاص عشان احنا كده سرقنا كل حاجه ناخد بس البنزين ده اوكي نحطه كده على العربيه ونلزقه هنا يلا حركات الفرخه بسرعه انا هركب العربيه علويه انت وانا مالي مش شلبي نفسها طيب خلينا نمشي بصوا دم عامل ازاي مشينا 1000 متر يا زعبوله طب علي انا لسه عارف التلج ده هتفضلوا ماشيين فيه لحد امتى بقى مش عارف احنا عايزين نعرف المسافه طبعا اللي ممكن نلاقي فيها تحديات او نلاقي مثلا فيها اللي هو الجد اللي بيقول لنا لازم تنقذوه جدنا طبعا في اللعبه فاحنا هنشوف اوه انا جالي هديه بصوا انت وانا مالي مش شعبيه ولا ايه السؤال بتاع اللي جات لنا علويه اللي هو لما انت طبعا بتنجح في اللعبه وتمشي مسافات طويله بيقول لنا مبروك انتوا بصوا حققتوا نجاح البطاطس اللي مش بتتاكل ايه زوبيات يا نبات انتوا في بيتزا ناخد البيتزا ناكلها اوكي البطاطس مش بتتاكل في بيتزا هنا كمان ناخد البيتزا ناكلها في برجر حركات اوه دمي يا نهار الزبادي والله موتوني انت مالي مالي بتشيل بشع فين العربيه بتاعتنا العربيه فين حركات انت ما مش كانت بتلف لوحدها ولا بتلف لوحدها يا لوي العربيه فين حركات الفرقه وفي دب كمان يا ابني اسكت بقى مكتوب عندنا كولد اصلا الجو متلج انت مالي مالي مش عم مش زحلات ولا مش تاتو مشيت على طول وبعدين بقى في التلج ده حتى العربيه ما فيهاش فرام اليد علويه اللي احنا كنا بنوقفها بصوا العربيه فضلت ماشيه على طول طب انا كده اموت في التلج يا شباب انا بصوا ما بعيش ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه انت مالي مش جبتها ولا مش دخلت الغابه برافو عليك حركات يا اسطوري يا جامد اوكي بص سوق انت حركات خليك انت سايق كده وانا هنزل اكتشف البيت اركب مش عارف مش هعلمك السواقه يا حبيبي انت مش نوم ولا ايه ماشي علمني السواقه بتعرف تسوق انت على الطريق العادي عشان تسوق لي على طريق في تلج يلا امشي بقى على طول طبعا دلوقتي علي احنا مشينا 1500 متر حاسب يا ابني عشان في صخور ماشي انت مالكش دعوه بس يا شباب احترف يا حبيبي يا رب حركات يا ابن الحظ ويلفكم يا معلم رب سليكم في البيت القديم طب يا زعبوله هنرجع لك دلوقتي ما تقلقش هياكلنا دب ونرجع لك ريح نفسك ايه ده في شوب امشي حركات احنا معناش حاجه نشتري من الشوب انت ما بتش في بيت ولا ايه اوكي خلينا ننزل كده على الويب نزول بيعلق شويه الشوب لسه معناش اي عمله نكتشف البيت ده بسرعه طبعا اكيد في زومبيات انا عارف واثق على طول ده في زومبي وزومبايا ايه ايه ثانيه 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 ندخل البيت ايوه ادخل 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 اقفل لا في زومبي تاني اوكي ناخد الكنز يلا معلش اشرب الكنز في هنا شيبسي كل الشيبسي اوكي في ايه تاني ممكن ناخده في شيبسي تاني هو بص الزومبيات هنا سريعه في بيتزايا ناخد البيتزايا ممكن نفتح البوابه دي ونهرب بقى من هنا يلا حركه فرخه انا هربت من ورا البيت اوكي ثانيه ادخل اقفل لا ما قفلتش ازاي دوست على اللي بيقفل اللي مش عايز يقفل انزل تاني تعالى زومبي يا نوب انت ايوه انزل كده نوب اوكي ممكن نطلع بقى عليه اقفل في وشه الحمد لله الكيس ده مش بيتاكل انت ولا مالي مش يا حبيبي مش لقيت حاجه ولا والله حركات بص كان في شويه اكل كلتهم انت ولا انت مش بقى جعان جعوده حركات معلي باكل الاكل بتاعك بس ما ينفعش انت خد بس الاكل منه انت واد زعبوله ما تسخناش على بعض يا واد خلينا نفتح كده حركات ما كانش في اكل جوه اساسا انت ما مش انت بتكذب ولا انت مش بتاكل اكل كل يدو حركات فرق قلت لك ما كانش في اكل يلا بينا بقى عشان نمشي بسرعه يلا ليتس جو اقفل يبي انت ما مش بتي جاب مش لازم يدو اوكي يا فرخه خلاص انت لا تنزل يعني هو التابع انت مش حابب ولا ماشي يا فرخه وانا كمان هنزل اللي الحق يا حبيبي انت ما مش غدا ولا
بس فرخه وبلا جوع. اوكي بسرعه. ايوه برجر. لا لا يا شباب. اي 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 زومبيات نوبات البيتزا. لا هيموتوني حركات. انت وين بوش الساندوتش ولا استلموت؟ يا نهار زبادي. بص دمي دم احمر. حركه مساعده. لا خيو شكلك عادي وانت ولا مش سايح بيك مش بدمنا ولا وشمش مع بيا. راح اضرب حركه احسن تستاهل. انا اقفل الباب بقى واسرق كل حاجه مع نفسي. اوكي اخد بيتزا يا لزق. اوه في برجر. انت مالي مش مسارح بيك مش بتاع باب بشاء. بس فرخه مش عايز اسمع صوت. خليني اكل براحتي. انت مش ولا كش ياشك مش بتاع بوابه. حركات انا قلت لك ابو علي بص غدان مش هفتح لك البوابه. انت واد زعبول اللي عملت. يا لوي يا لوي يا لوي الزومبيات. او ماي جاد. انت ما مش حاطط كل حاجه في بابي مش عشان محتاجيه. طيب الفرقه المشكله ان في زومبي بيجري ورايا. يا لوي دمي ناقص وكلت كل الاكل اصلا. هنا الدم بص لما الزومبي بيضربك الدم ذات نفسه بيقل اللي هو الجوع. فاحنا بقى هناخد العربيه بسرعه. مش عارف السناكس دي ليه مش بتتاكل. عمال ادوس على السناكس مش بتتاكل خالص. احبك بس كل يوم بتشوف ايه مش مشانة. لا جثتك بقت حركات في التلج. سلام. ايوه صديق. ايه ده انا موت. احسن مش ولا تشتم مش علينا. وانت ببص على جثتك بتبص التلج. طب انت مش بتجمع مش التلج بده. يا نهار زبادي على البيت تاكلنا علقه. علقه جامده جدا. حركات الفرخه هو السبب ان احنا اللي تاكل العلقه دي. انت ما مش ولا مش موتيفا. هي دي لعبتنا النهارده. لعبه ثلجيه جامده جدا. نفس كل حاجه طبعا في اللعبه بتاعتها بتاعت دست تريب. لو انتوا عايزيننا نكتشف المكان ده ولو كمان عايزين تعرفوا اسم اللعبه دي اكتبوا لي في الكومنتات عشان اقول لكم عليها. ولو عايزين الحلقه اللي جايه نكتشف كل حاجه ونوصل للنهايه ونروح للجد قولوا لي وانا هظبط كل حاجه والحلقه الجايه نعملها لكم جامده جدا. عرفوني في الكومنتات عايزين منها حلقه ثانيه ولا لا. انت ما مش حتى مش نشوى ميه. طب فرخه ماشي. بحبكم يا قلبي بكل قلبي. لايك واشتراك في القناه. اشوفكم بكره. اهم حاجه عايزين منها حلقه ثانيه ولا لا. سلام.